مجموعة من الشباب المثنى بادروا إلى عمل خيري يتمثل في إطلاق قرابة 1,000,000 سمكة إصبعية في نهر الفرات، أطلقوها بهدف تعزيز الثروة السمكية ورفضاً منهم لفكرة الصيد الجائر غير الشرعي بالسم والكهرباء. المبادرة هي مبادرة إنسانية وخيرية، تحمل عناءها والمبادرة هي أطلقها شباب وصيادين محافظة المثنى عن طريق الفيس وعن طريق الجروب، وجمعوا صيادين المحافظة وأطلقوا حملة تبرعات واسعة لجمع الأموال وشراء الإصبعيات من محافظة ميسان. زين، ومشكورة هاي الناس كلها اللي ساهمت ويانا، طبعا مو بس صيادين ساهموا ويانا، ناس أشكال يعني مو بس صيادين. المبادرة الغرض من عندها تعزيز الثروة السمكية بالمحافظة. جبنا حوالي 1,000,000 إصبعية ونطلب من الحكومة أن تحافظ لنا على هاي الثروة، على هذه المبادرة اللي أطلقناها واللي إن شاء الله راح تساهم ولو شيء بسيط بتعزيز الثروة السمكية بالمحافظة. طبعا السماوة مو بس السماوة، لا، الأنهر العراقية بصورة عامة تعاني من قضية اسمها الصيد الجائر. يعني صار عندنا انقراض بالأسماء. نطلب من الناس أهل الأجهزة أصحاب الأجهزة أن يكفون عن قضية الصيد بالأجهزة ويرجعون للطريقة التقليدية القديمة اللي كنا نصيد بها إحنا وكانت تصيد بها الناس القديمة بالشبك وبالمحير وبالسلية. زين، وكانت يعني أنا أتذكر قبل كانت السمك تنباع على شكل أكوام، مو مثل هسه السمك حصر على البقية.